إيش رأيكم نتكلم عن الجنة شوي؟ يلا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيرفع الحجاب فينظرون إلى وجه الله. تخيل اللحظات هذه اللي ترى فيها وجه الله عز وجل، ترى الذي حماك وأكرمك وعطاك وحن عليك وأرضاك بدخول الجنة. كل التعب يروح بأول قدم تضعها في الجنة. كيف ستكون أول لحظة في الجنة وقد انتهى العمل والتكليف وفرغ الناس من الحساب وذهبت الهموم والغموم وغادرنا عالم النفاق والشرور واختفى الشيب وضيق الصدر والأدوية والأجهزة والمهدئات؟ كيف ستكون لحظة رؤية الله عز وجل وهو يقول: قد رضيت عنكم ولا أسخط عليكم أبدا؟ وبما أننا تكلمنا على الجنة فراح أقول لكم معلومة ممكن البعض أول مرة يسمع عنها، اللي هي أن اللي حافظ على صلاة الفجر والعصر، المحافظة هذه من أسباب رؤية الله عز وجل بالجنة.